مساء الخير على احلى مشاهدين. معانا النهارده مطبخ ميدو، اكله جميله وخفيفه ولذيذه جدا، واولادنا هيحبوها خالص، وهي الجلاش باللحمه المفرومه. يا ريت ما اشتركش في القناه، اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل اكله جديده احنا بنعملها. معانا المقادير: نص كيلو لحمه، بصلتين كبار مفرومين، نص يعني نص زي كده، ما تكونوش مهرين قوي. معانا زبدة أو سمنة، معلقتين كبار صلصة، بيضة، كوباية لبن، والبهارات ملح وفلفل وشطة وبابريكا ورشة جوز الطيب وبهار لحمة ورشة جنزبيل ولفة الجلاش. هنبدأ مع بعض الطريقة. نحط سمنة أو زبدة في الحلة أو الطاسة، نبدأ بعد ما تسخن جامد نحط اللحمة عشان نعملها تشك، عشان ما تبقى طرية وتستوي وتبقى ما تنشفش يعني منينا، وتنزل المية اللي فيها، احنا مش عايزينها تنزل المية اللي فيها كده، ما فيهاش أي مية بعد ما تشوحت جامد في السمنة. لما نحس ان ما فيهاش أي سوائل نحط البصل. لو حطينا البصل في الاول برضو ممكن نعمل كده، بس دي بتبقى اطعم واحلى يعني، وبتستوي اسرع. بعد ما تشوح البصلة مع اللحمة وتدبل خالص زي ما احنا شايفين كده، نبتدي ننزل معلقة الصلصة. احنا ما حطيناش غير الصلصه، ما حطيناش طماطم ولا اي حاجه، دي زي البشاميل يعني عملناها كده بس. نزلنا بالتوابل ما عدا الملح، طبعا الملح عشان نحطه في الاخر عشان لما تستوي خالص اللحمه، عشان يعني لو حطيناه قبل كده اللحمه تاخد وقت في السوى. نبتدي نجيب صينيه وندهنها، ونبتدي نحط طبقات الجلاش. كل جلاشة نقسمها اتنين ونحطها في الصينيه الطويله زي كده، نختار صينيه طويله على قد الجلاشه بالظبط، وندهن كل ما نطبق جلاشة طبقتين ندهنها سمنة أو زبدة لحد ما نخلص نص الكمية، ونحط النص الكمية التانية زي ما احنا شايفين كده. دول ورقتين مع بعض عشان كده انا دهنتهم هما الأول، وبعد كده احط الورقتين التانيين، لأن هما ورقتين قسمتهم نصين. نبتدي نعمل كده في كل، وندهن دول برضو الطبقتين دول ندهنهم برضو تاني لحد ما تخلص الكمية، واخر طبقة احنا مش هندهنها. دول ورقتين برضو تانيين احنا حطينا نصهم في الصينية ونصهم من بره، وندهن النص من جوه، بعد كده نحط عليه الطبقة التانية. طب كمية السمنة والزبدة او اللي احنا بنحطها كل واحد على حسب رغبته، بيحط سمنة كتيرة براحته يعني. نقسم الجلاشة قبل ما نحطها في الفرن. برضو موضوع التقسيم ده كل واحد ورغبته، ممكن تعمليه سمبوكسة، ممكن تعمليه كبيرة صغيرة على حسب راحتك. احنا هنا قسمناها على 12 قطعة.
هنضرب بيضة بكوباية مع كوباية لبن، ملح وفلفل، ونحط عليهم دول كوباية اللبن، نضربهم كويس قوي. دول احنا نحطهم على وش الجلاش عشان يدوا طراوة للجلاش ولون جميل برضو، هيدوله مع الوش. هنحطهم في الفرن طبعا في الرفل في النص لحد ما يحمر شوية كده الأطراف. نبتدي لو بنحب الجبن أي نوع جبنة ممكن نحطه مع الوش، ممكن نحط في الحشوة برضو مع اللحمة جبنة لو حابين. اللي بيحب الجبن، ما يحبهاش ممكن المرحلة دي يستغنى عنها خالص، عادي احنا بنحمرها ونعملها من غير جبنة بتبقى جميلة جدا برضو. بس أنا كان عندي حبة جبنة اديتها تست واديتها طعم جميل جدا. ندخلها الفرن تاني لحد ما جبنة ما تسيح وتدي اللون ده، اللون ده جميل جدا جدا. بنحاول نغطيها اول ما تطلع من الفرن عشان تبقى طرية ما تنشفش. سيبها لحد ما تهدى حوالي 10 دقايق كده. يبقى كده تبتدي تشيل الغطا من عليها ونقطعها، نلاقيها طرية جدا خالص يعني. زي ما احنا شايفين كده نرجع نعدي على القطعة اللي احنا قطعناها من الاول، هي هي ممكن نعمل جنبيها حاجة تانية برضو لو دي تعتبر اكلة جانبية، ممكن نعمل جنبيها اي اكلة تاني كده معاها زي ما انتوا حابين يعني. ممكن تعملوا جنبيها فراخ اي حاجة، ممكن تتاكل هي برضو وجبة تنفع في العشاء. كده خلصت معانا صينية الجلاش، ما خدتش وقت اللي هو سوى اللحمة بس مش اكتر. لو انت مسوية اللحمة من قبل كده مش هتاخد معاك 10 دقايق، ده وقت ترصي لفة الجلاش وتدخلها الفرن. وبالهنا والشفا، انتظرونا في فيديو جديد واكلة جديدة من مطبخ ميدو. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا الجرس وتعملوا لايك، وعايزين تعليقاتكم الحلوة. عايزين اعجبكم حاجة ولا ما عجبتكمش، لو عايزين اي فيديوهات تانية احنا تحت امركم. وبعتوا كل الفيديوهات لأصحابكم ومعارفكم عشان كله يستفاد، وانتظرونا في فيديو جديد.